اوف، تعبت لغايه ما عملت البيض تاني. دول 3 بيضات افكركم، 80 جرام سكر عادي مش سكر بودره، ده الكوام اللي احنا عايزينه. تمام، فهنعمل ايه كمان؟ هنحط عليه هنا عندي 1 سكر فانيليا، هنحط سكر فانيليا هنا، وعندي هنا دي عادي، عندي هنا 75 جرام من الدي منحول برضو. انا كنت عماله اشتغل في الفاصل عشان انتوا ما تزهقوش مني واحنا بننخل حاجه وبنعمل حاجه. تمام، وحاجه الوحيده اللي احنا عايزين نعملها، عايزين نضرب صفار البيض. هنحتاج 3 صفار البيض اللي احنا شلناهم من البياض. تمام، وهنضربهم، لازم تكون الكوام خفيف خالص خالص. تمام كده عندي الصفار البيض نفش، بقيت لونه خفيف خالص، لونه ابيض ونفش، يعني بقيت زاد في كوامه، يعني نفش كويس عندنا. فاحنا هنزود الصفار ده، بس الاول احنا برضو هنحط الدقيقه، هنعمل فولدنج، هنتبع الدقيقه في الصفار في البياض. ليه؟ عشان احنا بنعمل الوصفه زي ما انتوا شفتوا، احنا كنا لازم نضرب البياض وصفار كويس جدا عشان احنا ما بنستخدمش البيكنج باودر. لو مش بنستخدم بيكنج باودر تبقى الكيكه هتطلع زي العيش، يعني نازله خالص. فعشان الكيكه تطلع معانا زي السبونج كيك بالظبط، ولازم تبقى سبونج كيك جميله، لازم نحط حوا كتيره جدا في الكيك بتاعتنا. احنا بنعمل سويس رول. تمام، فلو مش بنستخدم البيكنج باودر بنضرب البيض لوحده، وبعد كده بنحط الدقيقه دي، لازم تكون ملحول عشان برضو ما تكونش العجينه بتاعتنا تقيله، وبنحط الدي برضو مش بنستخدم المضرب البيض عشان نحط مكوناتنا على بعدها، بنستخدم سباتشولر وبنتبع مكوناتنا على بعدها. تمام، دلوقتي احنا هناخد كمان معانا 45 جرام من زبده احنا سيحناها. انتوا ممكن تسيحوها على النار وبعد كده تسيبوا في درجة حرارة الغرفة. فزي ما انتوا شايفين سهلة جدا دلوقتي ادوبه في صفار البيض. هزود صفار البيض مع الزبدة على مكوناتنا. تمام، برضو واحدة واحدة هنتبع الزبدة مع صفار البيض جوه في العجينة كده. هوت عجينة طلعت خفيفة وجميلة. ما ينفعش نسيب العجينة دلوقتي تتريح عندنا على الترابيزة. اول ما احنا حسينا مكوناتنا اتدابوا في بعض خلاص كده هنسيب مكوناتنا لمدة ثواني. ليه؟ عشان نجيب العجينة التانية من الفريزر. اهي العجينة من الفريزر، فاحنا مش عايزين نحرك الديزاين اللي احنا عملناه كتير، فعايزين نفرد العجينة على وشه قد ما نقدر كويس، وبعد كده هنساعد بالسباتشولر عشان نوزع العجينة، بس هنحاول الاول نحطه قد ما نقدر متوزع على الفراغات كده هوت. تمام، وهنساعد نفسنا بالسباتشولر كده هوت، واحدة واحدة عشان مش عايزين نجرح الرسومات اللي احنا عاملين تحت. زي ما انا بقول لكم انتوا ممكن احتاروا الرسمة تعجبكم وحسب المناسبة، يعني دي الصراحة وصفة جميلة جدا عشان ممكن احنا نغيرها
حسب مزاجنا، حسب المناسبة اللي جاية معانا، عيد ميلاد يعني، عيد الحب، عيد الأم، أي حاجة وأي رسمة ممكن تتعمل. تمام. ودلوقتي احنا هناخد السويس رول بتاعنا هنحطه في الفرن لدرجة الحرارة 180، وده مش هياخد الا مثلا 15-22 دقيقة. واول نشوف الوش بتاع الكيك بتاعنا بقيت ذهبي شوية، خلاص هنطلعه، هو هينفش كده وهيبقى ريحته جميلة جدا جدا، هنطلعه على طول. وبعدين هنجيب معانا كمان ورقة الزبدة عشان احنا هنحتاجها. انا عندي هنا سويس رول جاهز، انا عملت فيه ايه هوريكم اهي. ده السيليكون مات بتاعي انا استخدمته عشان الف السويس رول، لكن لو ما عندكوش السيليكون مات مفيش مشكلة خالص، ممكن نستخدم ورقة الزبدة والفوطة عادية. هنفرش الفوطة الأول. هنعمل ايه؟ هنشيل السويس رول بتاعنا وهنقلبه على الفوطة. هنشيل الورقة الزبدة براحة، شفت اللون بتاعتنا جميل قوي، براحة، وبعد كده هنرجعه مكانه. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد ورقة الزبدة هنحطها جوه، ده اللون السويس رول زي ما انتوا شايفين ذهبي جوه عشان ما تلزعش. وبعد كده الفوطة هنحطها كده وهنبتدي نلف السويس رول بتاعنا لغاية ما نوصل للآخر، ولازم تكون الحتة اللي فاضلة لازم تكون التحت. فالسويس رول كان عندي دافي وانا لفيته وهو لسه دافي وحليته يبرد، فبعد ما بارد زي ما انتوا شايفين هو بيفضل كده. فلو كنت سبته يبرد وهو مفروض بعد كده لو ابتديت الفه هيتكسر مني. تمام. فاحنا طبعا مش عايزين كده، هنعمل ايه؟ هنشيل ورقه الزبده، بقيت شكله جميل قوي. وهناخد كمان معانا، عندي هنا شويه ويبنج كريم، فهناخد ويبنج كريم هنحطه جوه في السويس رول. عندي هنا تقريبا كوبايتين بس احنا مش هنستخدم كله، بس هنحط شوية ويبنج كريم جوه. تمام. فمع لون الفايلت انا احترت احط حاجة اورنج، فاللي هي انا قطعت الخوخ كومبوت، فاحنا هنحط الخوخ كومبوت كمان جوه، مش كتير، حاجة بسيطة بس هتدي طعم لطيف وفي نفس الوقت هتدي لون جميل بعد ما نقطع السويس رول بتاعنا. تمام كده. هو نصيحة برضو، ما تقطعوش السويس رول على طول، سيبه في التلاجة شوية قبل ما انتوا هتبتدوا تقطعوا القطعات. تمام. فاحنا هنلف السويس رول بتاعنا. تمام. وهنحطه على الناحية الفاتحة. كده هوت. تمام. هنحطه على طبق تعدين. واخر حاجة اللي احنا محتاجين هنعملها، هناخد سكينة حامية، يستحسن سنينها مشرشرة. تمام. وهنقطع ناحية من هنا. ما تقولوش لحد، انا هاكل الحتة دي ماشي، والحتة تانية كمان برضو. فالنتينا هي اللي هتاكلها. تمام. فزي ما انتوا شايفين الرسمة طلعت جميلة جدا جدا، من جوه احنا شايفين الويبنج كريم وشايفين كمان الخوخ كامبوت، عامل كونتراست جميل جدا. لو عايزين ممكن نحط شويه الويبنج كريم نقط كده هوت على وشه، لكن
لازم انتوا تحطوا السويس رول بتاعتكم في التلاجة شوية عشان الويبينج كريم يمسك نفسه شوية ويخش في السويس رول. بعد كده قطعوا حتت وقدموا لضيوفكم ان شاء الله. نفسي انتوا تجربوا الوصفة دي، وصفة جميلة جدا، وانا اشوفكم في الحلقة الجديدة في برنامج في الفرن مع فالنتينا.